أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في قناة البابطين الثقافية. في هذا البرنامج الثقافي ننقل لكم أحاسيس شفافة على شكل أعمال إبداعية من خلال برنامجكم الريشة أنثى. والله الموهبة كانت في البداية منذ الطفولة طبعاً. كنت صغيرة يمكن في 9 سنين أو 8 سنين، أول مرحلة يعني اكتشفوا حتى وفيها أهلي أن أنا أستهوي الفن بطريقة يعني جداً كبيرة. ذيك الحزة كنت أنا مسوية عملية، فأمي يعني طبيعي أن بوقت بعد العملية جابت لي مثل هدية لعبة، فما استهوتني اللعبة كثر ما استهوتني الألوان. كان أحد من الأهل جاب لي الألوان، أنا عارف أنا أحب أرسم، فسبحان الله لاحظت أن أنا قطيت كل شيء وقعدت جابلت بس الكراسة والألوان، وهذه الكراسة طبعاً لا تزال عندي لحد الحين أنا خاشتها. ومع مرور الوقت طبعاً أي أحد المدرسات التربية الفنية من الابتدائي وأنا جداً مهتمة يعني فيهم، وحتى أهما يعني في بعضهم قابلتهم من يعني يوم كبرت للحين ذاكريني يعني شلون أنا كنت أحب أرسم وأتقن الرسم. فكانت تجربتي بالرسم من الطفولة، استمريت أنا أرسم في وقت فراغي، في وقت مثلا إذا أنا كنت مضايقة دائما يستهويني الألوان، أو يكفي قلم الرصاص مع الورقة، بس المهم في شيء بين أصابعي عشان أقدر أنا أعبر وأرسم. طبعاً في ذاك الآن الوقت يعني ما كان الإنترنت متوفر والفيديوهات متوفرة، فكان شيء يعني محدود بس بمجتمعنا. طبعاً من تخرجت أخذت طبعاً في جائزة بالمتوسطة، أيضاً في الثانوية هم كان عندنا مسابقة وحزنا على الجائزة مع مجموعة من الفنانات كانوا معاي. بعدين حسيت نفسي ان انا لازم ادرس يعني الفن، وبالفعل دخلت ودرست الفن، فطورت من عندي، دخلت مجال الفن مع الدكاترة مع الفنانين. طبعا الدكاترة كانوا فنانين فعلمونا شنو الاشياء بحيث ان نصلحها، الاخطاء اللي تطلع من عندنا. وبس بعدين عقب ما تخرجت طبعا ما قطعت الفن، استمريت أرسم لوحات يعني ما بالضرورة تكون كبيرة حيل، يعني المهم لوحة لو أي فور يتكفيني، هذا المهم أنا قاعدة أطلع شعوري من داخل. فيتني فترة قطعت عن الفن، حسيت نفسي متضايقة يعني ما عرفت إنه من شنو، بس فجأة يوم رديت للفن حسيت إنه ارتحت جدا، فعرفت إنه يعني في علاقة خاصة بيني وبين الألوان والقلم. ومثل طبعا في وقتنا الحاضر ان من مميزات الانترنت والتواصل الاجتماعي خلانا ان احنا نتطور ونتعلم ونشوف الفن العالم، كاني انا مسافره برا واشوف الفن وشلون طريقه الفن وشلون تطور الفن. هذا يعني من مميزات ان التواصل الاجتماعي ان شلون خلانا احنا نطور من نفسنا. نفس الشيء قمنا ندخل مع مجتمع الفنانين التشكيليين طبعا، قمنا ندخل معارض نحاول نجرب نسوي اشياء جديده، وقمنا ننتقل من مرحله لمرحله، لان الفنان معروف التشكيلي ينتقل من مرحله الى مرحله. اول ما يبتدي يمكن الطبيعه شوي شوي يجرد هذه الطبيعه تكون فيها تجريد، لان حتى الفن يعني اذا انت استمريتي على ستايل معين الناس تمل، انت تملين، فدائما الفنان يتجه الى التطوير والتجديد. فهذا اللي خلانا طبعا زياده ان احنا نطور ونجدد احتكاكنا مع الفنانين، بالاخص طبعا مع جمعيه الفنون التشكيليه، لها نشاطات ما شاء الله على مدار طول السنه خلتنا ما شاء الله لا اله الا الله، حتى الفنانين اللي بخارج الكويت استدعتهم هني واختلطنا معاهم وشفنا تجربتهم شلون وقعدنا معاهم وما قصروا، وانفتح الحوار ما بين الفنانين وبين الفنانين الكبار اللي خارج الكويت وصار في تواصل يعني. فهذا صراحه ان الفنان
لازم يطور من ذاته، يحتك مع مجموعة من الفنانين، فهذا اللي خلانا احنا نتجه في هذه الجمعية. بعد تقريبا اي فنان اول ما يبلش يبدي الرسم الطبيعي، الطبيعة الصامتة، يعني حتى احنا يوم ايام الكلية اذا دخلنا دائما يحطون لنا مثلا موديل نرسمها، او يحطون طبيعة صامتة واحنا نتقنها نرسمها، بحيث الفنان يعرف وين الضوء والإضاءة. هذا راس مال اي فنان، لازم أعرف وين الضوء والإضاءة. إذا أنا ما عرفت معناته أنا مو فنانة. طبعاً شوي شوي بديت أرسم مرة بورتري، طبيعة صامتة من غير أي تجريد. شوي شوي استهواني بعدين عقب فترة من المرحلة اللي هو كولاج، فن الكولاج، والحمد لله قدرت أني أنا أوصل لمرحلة متقنة اللي تقدرون تشوفون فيها اللوحة اللي هذه، والحمد لله اجتازت على جائزة، بحيث أن منغير عن الألوان، هي قصاصات من مجلة. طبعاً من المجلة تكون على نقاوة عالية من الألوان، آخذ تدريج الألوان وأشوف اللوحة، أشوف اللوحة مثلاً أنا أحط الصورة الطبيعية وأشوف وين الظل وين الإضاءة، أبدي أركب هذه التركيبات. طبعاً مع أقص، يعني هو شوي فيها جهد كثير، يعني مو حتى شوي، بس أن شلون تجربة حلوة أن أقدر أطلع. طبعاً هذه التجربة موجودة منذ القدم، الكولاج معروفة يعني ما شاء الله، ومعروفة هم في مصر في فرنسا زمان جدا، بس حلو حبيت أني أجربها، وخصوصا الحين بدت الناس تقل، يعني بهالفترة مو كل من يسوي الكولاج، فحبيت أن أجرب هذه التجربة. الحمد لله قدرت أنجح في هذه التجربة. بعدين لجأت حق تجربة ثانية، طبعا بديت أجرد، بديت أحط هوية جديدة طبعاً في اللوحات الجديدة. هذه الهوية الجديدة طبعاً تقدرين تعرفين أنها بصمتي من اللوحات القديمة، طريقة تكوين الألوان، طريقة مثلاً استدارة العين، بأي طريقة مثلاً، كل فنان لا سبحان الله بصمة معينة، فقدرت أخلي البصمة مالتي في التجريدي الجديد، يعني حاولت أني أطور، ولا أزال كل فنان لا يزال طول ما هو عايش يفضل في مرحلة معينة وينتقل إلى مرحلة جديدة، يشوف هو نفسه وين في هذه المرحلة الجديدة، فأي فنان يكون مستمتع في هذه المراحل اللي ينتقل فيها. بالنسبة لي عفويتها، يعني لو تشوفين مثلا أنا الصور اللي عرضتهم شلون عفوية البنات، شلون كانت يعني تظهر عفوية البنت، طريقتها الجمال الطبيعي مثل ما تقولين، طريقة لبس البنت شلون، ما أدري هذا بالنسبة حقي أنا، يعني أشرح على هذه اللوحات. في بعض اللوحات يعني أنا تتصف يعني بعض، مو أغلب اللوحات بالتراث الشعبي، فالتراث الشعبي لو تشوفين أغلبها في بنات، في الأثواب، في البخانق، في طريقة الحنة، الزينة، الذهب اللي تحطه، شلون إن المرأة أو شلون الطابع المرأة الكويتية أو الطفلة الكويتية طريقتها. طبعاً إحنا الخليج شبه واحد، فإن شلون طريقة عفويتها ولبسها وطريقتها، حتى طريقة عفوية فرحتها أنا أحطها كثر ما أقدر في وجه البنت. في عندي طبعاً أنا كذا لوحة معبرة فيها، في واحدة لوحة أنا عندي مسميتها بالأمل، يعني أمل إن طريق منير. عندي لوحة أيضاً يعبر، كانت هي وردة لوحة مفتوحة، عبرت بهذه الوردة إن القلب، لأنه كان في بنص الوردة مسكرة، عبرتها بالقلب الطيب المعطاء، عبرت فيها كان فيها أصفر وأخضر، الأصفر استغلال الناس لهذا القلب، لكن من طبيعة القلب الطيب ينسى فيقلب هذا المرض إلى عطاء لون الأخضر، فأنا حطيت أطراف بهذه الورد إن العطاء اللون الأخضر تعبير. حطيت على هذه اللوحة قطرات من الندى أو الماي، هي مدى نقاوة هذا القلب. فالإنسان بالضبط بالفعل يمر في فترة معينة في حياته قصباً عليك لا إرادي تعبرين فيها، بتقولين شلون طلعتيها، أقول لك ما أدري، جت معاي مع الورقة والقلم. في مجتمعنا طبعاً نظرة حلوة دائماً المرأة، أنا أحطها
أو أرسمها في ألوان هدومها في ألوان المرحة، دائما أحط الألوان مثلا الأخضر أو الألوان. لو تشوفين لوحاتي تلاحظين في بعضها دائما أنا أرمز المرأة بالسعادة، لأن دائما المرأة يعني مو كل مرأة طبعا، في بعض من رقي النساء إن فيها ألم بس ما حد يدري عنها بهذا الألم، دائما تظهر إن قدام هذا الألم في الفرح والمرح والسعادة. ودائما هي من صفات يعني من صفات المرأة إنها تكون معطاء، يعني تنسى شنو تعبت شنو سوت. مثلا المرأة ولدت أو يابت عانت من آلام فتنسى، هي مستعدة تضحي وتعطي وتسعد وتفرح كونها إن هي شافت من آلام، بس هي تحاول كثر ما تقدر، والله عطاها بالفعل طاقة الصبر. فأنا دائما أحب أطلع المرأة باللوحة إن هي مبهجة وسعيدة. وبالفعل لو تشوفين دائما أنا إذا حطيت هذه اللوحات دائما ينجذبون من بعيد ويقعدون ويشوفون اللوحة ويتأملون فيها بطريقة غريبة يعني، ويصدرون طبعا إعجابهم بهذه اللوحة، ملفتة للنظر تكون منذ الصغر. وأنا كانوا أهلي جدا يعجبون بلوحاتي، يعني حتى كانوا ما شاء الله أنت فنانة، كان دائما هذه أنا الاسم الكلمة أسمعها منذ الصغر. فكانوا يعني قد ما يقدرون إذا أنا أبي مثلا أبي شيء له علاقة بالفن التشكيلي كانوا بالعكس يساعدوني، يعني حتى كنت أسوي المعارض أول ما ساندوني، وسواء من أهلي أو زوجي أو بيتي أو عيالي، بالعكس يعني جدا هم سعيدين إن أنا كوني كفنانة، كوني كون أي فنان عادي. أمنيتي إنه يعني طول ما أنا أستمر في الفن دائما أي فنان ناجح يطمح إنه يكون أفضل للأول دائما، مهما نجح لا يشوف نفسه ناجح، مهما نجح دائما يلتفت إلى ما هو الجديد، شنو هو يناسبني أنا من داخل، مو بس على أبو جديد وخلاص أسوي ما يناسبني من داخل، لا، إن ما هو جديد وما هو يناسبني من داخل دائما أطمح إلى التطور، يعني التطور في مجال الفن. وما شاء الله يعني بهذه الجمعية صراحة تهتم اهتمام كبير مع الفنانين في تطور الفن لكل فنان سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، يعني قد ما يقدرون هما قاعد يحاولون إن يساعدون كل فنان إنه يرتقي في فنه. طبعاً هذا الاسم أنا عزيز علي، صحيح هو غريب ولا أزال أسمع تعليقات وأسمع ناس تعيب وناس، فأنا ما همني، يعني هو عزيز علي لأن الوالدة مسميتني اسم عطارد، وايد حبت هالاسم فكان من نصيبي هذا الاسم وأنا معتزة فيه لأنه هو عزيز على الوالدة فهو عزيز علي. الريشة أنثى إذن تموج بألوان الحياة. إلى هنا نودعكم بانتظار لقاء جديد، والريشة أنثى.